بك على كلمتك. مش نبدأ معك ونرجع على خطاب رئيس الجمهورية البارح واللي ممكن دعا فيه إلى المجلس وسحب الشرعية من مجلس النواب واللي برشا ما استحسنوش هذا الخطاب. هو أنا ما سمعتش الرئيس دعا لحل مجلس النواب، هو ذكر بالسلطة الأصلية اللي هو الشعب وبحق الشعب في سحب الوكالة. هو لم يدعو إلى حل المجلس، لم يدعو إلى الاحتراب، ولا هو ذكر نواب الشعب أن الشعب هو اللي أعطاهم هذه السلطة وأن الشعب يمكنه أن يسحب هذه الوكالة. وفي هذا نحن في حركة الشعب نساند الرئيس باعتبار أنه حتى نائب ما يلزم ينسى أنه في خدمة شعبه، وأنا أخذت تفويض ما عند الشعب لخدمة هذا الشعب وليس لخدمة مصالح قطاعية أو مصالحه الخاصة. والرئيس لم يدعو إلى كما فسر ذلك أهل الاختصاص من حركة النهضة وهم لا مختصين لحد شيء، ما لا دعا للاختتال ولا دعا للاحتراب ولا دعا لحل المجلس. هو قدم ومش المرة الأولى نظرته للتمثيلية، تصوروا الدستوري للتمثيلية، الرئيس من مدرسة معينة، مدرسة تؤمن أن السلطة كل السلطة للشعب وأن الشعب هذا لا يمكن أن يعطي التفويض ويمتنع عن سحبه. هو هذا التصور رئيس الجمهورية ذكر به، واعتقد أن تذكير جيد للنواب باش يبقى النائب ديما يعتبر روحه أنه في خدمة هذا الشعب وأن كل التفويض هو شعبي وأن التوكيل يمكن أن يسحب في أي لحظة. هذا جيد وباهي. شفنا اتهامات كذلك من حركة الشعب وحتى التيار الديمقراطي لحركة النهضة بأنها سائقة في الحكومة وسائقة في المعارضة. هذه حقيقة، النهضة في البرلمان هي متحالفة مع قلب تونس وائتلاف الكرامة، ولها نصيب الأسد في الحقائب الوزارية. النهضة تخدم بوتيرتين، وتيرة الحكم ووتيرة المعارضة، وهي تشوش في الحقيقة على الحكومة وعلى الأداء الحكومي. هي بهذا التوجه وهذا العمل هي تشوش على الاستقرار الحكومي وتشوش على التضامن الحكومي. نحن ندعو ودعينا الحركة النهضة أنها اليوم هي مكون أساسي في الحكم، فلتكن في الحكم دعما للحكومة والوثيقة التعاقدية وتصر على تنفيذها. النهضة إلى الحد الآن لم تستوعب أن مقود الحكومة ليس بيدها، هو بيد شخصية أخرى اللي هي فخفاخ، وأنها في حكومة الرئيس لم تستوعب هذا بعد. هي ضد تواجدها في حكومة الرئيس واضطرت إلى ذلك اضطرارا، وهي تمارس الآن في العمل بالوتيرتين، وتيرة المعارضة في البرلمان والتشويش على الحكومة من خلال صفحاتها الاجتماعية والتواصل وتواصلها الإعلامي، ووتيرة الحكم من خلال الغنائم ومحاولتها أنها تستأثر بأكبر عدد ممكن من الغنائم. ولهنا فما كذلك دعوات من قبل حركة النهضة لتوسيع الحزام السياسي وتوسيع حزام الحكومة. هو الموضوع هذا غير منطقي، وإن كان معناها التفكير في توسيع الحكومة أو غيره ممكن وماهوش مجرم، لكن أنك تجي بعد شهرين تحب ترجع لاقتراحك الأول اللي خضنا فيه أيامات التفاوض على تشكيل الحكومة ولم يلقى قبولا، تحب ترجع له بعد 60 يوم فقط من عمل الحكومة أو 70 يوم منها 50 يوم مقاومة لهذا الوباء. وبالتالي أنه الحديث عن حكومة الوحدة الوطنية معناها كلمة حق يراد بها باطل من حركة النهضة. لا يمكن الرجوع بعد 70 يوم فقط لإعادة تشكيل تصور حكومي جديد. نحن تصورنا شكل الحكومة، تصورنا الائتلاف الحاكم، دوننا هذا في وثيقة تعاقدية اللي هي برنامج الحكومة. نحن نعمل على تنفيذه من داخل الحكومة، نعمل على تثبيت الدور الاجتماعي للدولة من داخل الحكومة. تعطلنا في الفترة السابقة بالجائحة هذه كورونا، علينا أنه نشكر الحكومة هذه على مقاومتها
باقتدار لهذا الوباء وتحقيق نتائج إيجابية رغم النقائص ورغم الإشكاليات الكبيرة، لكن هي حققت نتيجة متميزة الحكومة ككل في مقاومة الوباء. نلتفت الآن إلى تنفيذ وتطبيق الوثيقة التعاقدية بعد الاجتماعي اللي ينتظره الشعب التونسي، خاصة أنه أنا تبين وأن الشعب التونسي يعاني من الفقر. الجائحة هذه والوباء هذا زاد بين الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية للدولة التونسية، وبين أن أكثر الشعب التونسي يعاني من سنوات التهميش والتفقير اللي خلته حتى قوت يومه حير فيه. اليوم على الحكومة أنها تنحاز لهذه الطبقات، عليها أن تنفذ الوثيقة التعاقدية وبعدها الاجتماعي، ونحن في حركة الشعب نحن حراس هذا البعد الاجتماعي للحكومة. لكن فما شكون يمشي لأنه الفخفاخ خضع شوية لشروط النهضة بتعيينه للمستشارين ضمن فريق مش صحيح. لم يعين الفخفاخ مستشارين، لم يعين حتى معناها هذا الكل في إطار السياسة الإعلامية، هذا الكل في إطار السياسة الإعلامية اللي تحاول تشوش على الحكومة. الفخفاخ لم يعين مستشارين، ونتحدى أي واحد يجيب رائد رسمي فيه مستشار معين. لم يعين مستشارين لا من النهضة ولا من غير النهضة، حتى وإن كان في تشكيل الحكومة اتفقنا على المستشارين كذلك مع الفخفاخ، لكن أعتقد رئيس الحكومة يعتبر أنه هذا مش وقته. اليوم كل الجهد مركز على مقاومة الكورونا وما فماش هذه التعيينات. هذا ما يعنيش أنا فماش أخطاء اتصالية قام صايرة من طرف الحكومة، بعض الأخطاء منه ومنه، لكن في الجوهر ما فماش إخلالات. في بعض التفاصيل هناك إخلالات صحيح، لكن في الجوهر ما فماش إخلالات. وأنا نتصور أنه مازال بكري على تقييم عمل الحكومة. ما تنجمش بعد 60 يوم أو 70 يوم تقيم الحكومة اللي عدت 50 يوم هي تقاوم في هذا الوباء. أنا أتصور أني أنا مع المراقبة ومع المحاسبة ومع تصحيح المسار إذا لزم، لكن أعتقد أنه مازال بكري نتعصفوا على الحكومة ونتعصفوا على الفخفاخ. إذا نحاولوا نقيموا أداءه الآن ونحاولوا أنه نخرجوا بيلون الآن. مازلنا احنا نراقب جميعا من داخل الحكومة ومن خارجها، نراقب جميعا هذا الأداء، ونحاولوا أنه ديما نحطوه في المسار الاجتماعي الصحيح. بالنسبة للدخول في فترة الحجر الصحي المواجه، برشا يمشيوا إلى أنه مازال بكري، ربما الحكومة تسرعت في الدخول في الحجر الصحي المواجه، وخاصة مع اللي نشوف فيه من اكتظاظ في بعض معناتها المتاجر وكذلك في وسائل النقل العمومي. هذا مبني زاد كذلك على وعي المواطن التونسي. ما عادش نجموا نبقوا في الكونفينمون، ما عادش نجموا، الدولة ما تحتملش والشعب ما يحتملش أن يبقى في عزلته هذه والمشاكل الاقتصادية المترتبة عليها. يلزم الشعب يخرج يخدم، يلزم الماكينة الاقتصادية ترجع تشتغل، يلزم بشوي بشوي وبكثير من الحذر أن نرجع لحياتنا العادية. لكن زاد هذا مش دور الحكومة فقط، هذا دور المواطن التونسي. الحكومة وكل حكومات العالم قالت يا أولادي التباعد الاجتماعي، يا ولادي حتى كي ترجعوا اعملوا لبافات وما تحاولوش تلتصقوا ببعضكم كما هكاك. هذا زاد وعي المواطن التونسي هو المحدد في هذا الموضوع، لان الحكومه لا تستطيع ان تترك التونسيين في المنازل اكثر من الفتره هذه بكل صراحه. كذلك التونسيين مجبرين، انت كنت تحكي على انه الازمه هذه بتاع الكورونا عرت الوضع فما اكثر من 3 مليون ياكلوا بعمل يومهم، معناها خدام أحزام، إذا يخدم يأكل ما يخدمش ما يأكلش. معناتها وسائل نقل عمومي كما دول متقدمة. ما أنا كيف نتكلم نهار كل على القطاع العام، يا ولادي الدولة يلزمها تعمل صحة للناس الكل، صحة جيدة وبنية تحتية صحية جيدة. النقل العمومي يلزم يكون نقل مريح وباهي ويحفظ كرامة الناس. كي نتحدثوا على السكن، راهو من حق المواطن التونسي في سكن لايق، مش في أحياء متراكمة في بيوت بالعشرة يسكنوا في بيت واحدة. رانا كي حكينا على التعليم العمومي ورانا قلنا راهو هذا صمام أمان التوانسة، هو اللي يحفظ المستقبل. الناس
يلزم تراجع أرواحها كما راجع في تونس كما راجعت أرواحها في العالم، أن الخيارات الاقتصادية المتوحشة والليبراليزم هذا راو أدى إلى الكوارث. ولحظة الحقيقة ملقينا كان القطاع العام، ملقينا كان صحتنا العمومية وطبتنا، وملقينا كان القطاع العام. هذا يلزم يبقى درس للتونسي الكل، أن توجه الدولة الاجتماعي ومحافظتها على المؤسسات العمومية محافظتها على القطاع العام هو صمام أمان لهذا الشعب. واضح، يعيشك هيك مشكور.